يسأل سؤالا، لماذا سمي جبل عرفة بعرفة؟ كشيء ثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لا أعلم لماذا سمي عرفة بعرفة، لكن الله ذكر في القرآن فإذا أفضتم من عرفات، والنبي قال الحج عرفة بمجموع الطرق يصح. لكن ذكر بعض من يرون الإسرائيليات أن آدم عليه السلام لما أهبط هو وحواء من الجنة، إسرائيليات تعرف على بعضهما في عرفات، فقيل عرفات من أجل ذلك، واقترب منها في مزدلفة، الازدلاف الاقتراب. هذا كلام في الإسرائيليات ولا أعلم له شيئا ثابتا في الكتاب أو في السنة يؤيده، والله أعلم.